واحد يقول لي عجيب يا عدنان، طب ما بل هؤلاء اليوم يتصايحون ويصرخون فضائل معاوية، مناقب معاوية، يعني يعرفون لهم الفضائل ما لا يعرفون النسائي، الإمام النسائي. وإلا لو كان يعرف المسكين النسائي يعني فضائل لحدث بها وأنقذ مهجته، صحيح؟ في فضائل يا أخي، فضائل معاوية لا أشبع الله بطنه، في رواية قال لهم وهل له من فضيلة إلا لا أشبع الله بطنه. هذه صحت على الرسول، لا بلا مثنوية، النبي دعا عليه وأصابته الدعوة، على فكرة أصابته الدعوة كما سيأتيكم، وأدرك الشهادة فقال احملوني إلى مكة، فحمل وتوفي بها وهو مدفون بين الصفا والمروة، وكانت وفاته في شعبان سنة 300. قال وكان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال، رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتقبله الله في الشهداء والصالحين، الإمام النسائي. قتله أهل الشام من أجل أنه قال لهم معاوية ليس له فضائل. فضائل ماذا؟ هذا النسائي إمامنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام الحاكم رضوان الله تعالى عليه، الإمام الحاكم، مين الحاكم؟ أبو عبد الله النيسابوري ابن البيع، صاحب المستدرك على الصحيحين، وصاحب كتاب تاريخ نيسابور الذي قال فيه ابن السبكي في الطبقات: لم أرى كتابا في التاريخ أعود بالفائدة منه. كتاب عظيم تستفيد منه فوائد عجيبة، تاريخ نيسابور. وصاحب الكتاب الشهير في علوم الحديث، له كتب كثيرة جدا جدا، الإمام نعم الحاكم رضوان الله تعالى عليه. الجزء 17، نعم سوف نرى قصة الحاكم. طبعا الحاكم يقول الذهبي رحمة الله عليه: محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن حمدوي ابن نعيم ابن الحكم الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين. الحاكم معروف، ومعروف بالصلاح، كان معروفا أيضا بالصلاح والتقى والورع. أبو عبد الله ابن البيع الضبي الطهماني النيسابوري الشافعي صاحب التصانيف، إلى أن يقول في صفحة 174، نعم: أنبأني أحمد ابن سلامة عن محمد إسماعيل الطرسوسي عن ابن طاهر أنه سأل أبا إسماعيل عبد الله ابن محمد الهروي عن أبي عبد الله الحاكم فقال: ثقة في الحديث. الهروي يقول ثقة في الحديث، رافضي خبيث، رافضي، وهو من عيون أئمة أهل السنة. كيف رافضي؟ لماذا رافضي؟ هل ثبت أنه مرة واحدة سب أبو بكر وعمر؟ حتى لم يثبت عليه تفضيل علي على أبو بكر وعمر، من أي أنه منحرف عن معاوية، لا يحب معاوية، لا يحدث بفضائله. قال ابن طاهر: كان شديد التعصب للشيعة في الباطن. ما شاء الله، نعرف البواطن، هذا الذي قيل في العبد الفقير قبل أيام، صح؟ قالوا في باطنه، قلت والله ضحكت، والله الذي لا إله إلا هو جعلت أضحك. من ماذا؟ من السفة ومن الجراءة على الله، تحكم على الباطن، تعرف باطني أنت، سأل نفسك عن باطنك، شيء لا يصدق يا أخي، أنت أعرف بباطنك يا من تفتري على عباد الله. يتحدث عن باطني وهذا يتحدث عن باطن الحاكم، كيف عرفت الباطن يا أخي؟ الله أكبر يا أخي، إيش الجراءة هذه؟ قال: كان شديد التعصب للشيعة في الباطن، وكان يظهر التسنن في التقديم والخلافة، يقدم أبو بكر وعمر يعني، وكان منحرفا غاليا عن معاوية رضي الله عنه وعن أهل بيته، عن معاوية يتظاهر بذلك. قال في الباطن كذا، لكن في الظاهر يتظاهر أنه لا يحب معاوية ولا أهل بيته. الحاكم يظهر هذا، هذا من مناقبه في نظرنا، ولا يعتذر منه. فسمعت أبا الفتح، سمكويه بهراء، سمعت عبد الواحد المليحي، سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: دخلت على الحاكم السلمي، هذا الصوفي صاحب طبقات الصوفية المشهور، نعم، وله تفسير طبعا، دخلت على الحاكم وهو في داره لا يمكنه الخروج إلى المسجد من أصحاب أبي عبد الله بن كرام المجسم، هذا الكرامي، وذلك أنهم كسروا منبره، كسروا الكرامية، كسروا منبر الحاكم ومنعوه من الخروج من أجل معاوية وبني أمية. ما شاء الله، إلى اليوم على فكرة تجد من يجمع الانحراف عن أهل البيت والعشق والوله في آل معاوية وآل أبي سفيان، يجمعون التيسيم، نعم، يبتعدون عن تنزيه الله الواجب له. شيء غريب يا أخي، عجيب، نفس الشيء، مزاج، مواريث، هذه مواريث. قال: وذلك أنهم كسروا منبره ومنعوه من الخروج، فقلت له:
لو خرجت وأمليت في فضائل هذا الرجل حديثا. من هذا الرجل؟ معاوية. حديث واحد اترضى عليه في فضائل معاوية يكفون عنك، لعلهم يكفون عنك، لاسترحت من المحنة. قال: لا يجيء من قلبي، لا يجيء من قلبي، رضي الله عنه وارضاه. قال: لا، عنده صدقية الرجل، مش من قلبي. قال لهم: هذا الدين صدق، أنا لا أعتقد حب هذا الرجل معاوية، لا أحبه. لا، المفروض عليك يا حاكم، كيف تجهل السنة يا حاكم؟ يا أبا عبد الله، يا صاحب المستدرك على الصحيحين، كيف تجهل السنة؟ إيه، لابد أن نجهله وأن نتهم باطنه. إيه، لابد لكي يكمل إيمانك أن تحب معاوية على الرغم من قلبك. قلبك إيه لا يحبه، لا يعتقده، لا، لابد أن تحبه وأن تعتقده رغما عنك. إرهاب، إرهاب، نفس الإرهاب لليوم، كسروا منبره وألزموه البيت. إرهاب رهيب يا أخي، يا ليتهم استخدموا مثل هذا الإرهاب في حق علي عليه السلام. يعني طب كويس، إحنا رضينا، قال لك رضينا بالهم والهم لم يرضى بنا. طب إذا كان ذلك كذلك، وأنتم تقولون الذي يسب أحدا من الصحابة، أبا بكر أو عمر أو طلحة أو غيرهم رضي الله عنهم، دجال ليس أهلا أن يروى عنه، جميل جدا، رضينا بهذا، حتى بمعاوية، خلاص الذي يسب معاوية دجال ليس أهلا، لكن لماذا ترون عمن كان دينه سب عليه وأهل بيته؟ ترون عنه برضا، برضا عادي، ما في شيء مشكلة، سب عليه عادي. ذكرت أنا نماذج من هذا، وسأتي على نماذج أخرى في الدروس المقبلة إن شاء الله. رجال موثقون ما شاء الله، ما فيهم جرحى، وأحيانا تعرفون يقول لك ثقة كذا كذا، غير أنه يعني كان منحرفا عن علي، يعني هذه بتضرش عادي، ما عندناش مشكلة. عن معاوية لا، انحرفت عن معاوية خلاص، المصيبة إيه تحل على رأسك. عن علي يعني عادية، ما في مشكلة. عجيب، ليه؟